فتقترح علينا أيها الأحبة أن تلتمس إلى اليوم عشرات من الآيات التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة. الذي قبل أي شيء أيها الأحبة أن نستحضر أمرا مهما هو أن هذا الكلام الذي يتلى علينا هو ذلك الكلام الذي قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الصحابة رضي الله عنهم حرفا حرفا فتحة فتحة وسكنة سكنة وكسرة كسرة وضم ضم هو بذاته هذا شيء يستحق أن يعتز به أهل الإسلام الحقيقة وهذا لا يوجد لأمة من الأمم على ظهر الأرض في هذا الوقت لا يوجد في أمة من الأمم كتاب أنزله الله تعالى بحروف أبدا إلا كتاب الله إلا القرآن الكريم فينبغي أن يعتز المسلمون أولا بأنهم يقرأ على مسامعهم كلام الله تعالى كما أنزله الله هذه نقطة الأولى النقطة الثانية هذه الآيات الكثيرة التي قرأت علينا من الأمس إلى اليوم تستدعي منا انتباها لا يسعنا في هذه العجالة السريعة أن نفسر كلام الله تعالى ولا أن نتكلم على هذه الآيات بشيء من التفصيل وإنما هي إشارات فقط لفتح القلوب حتى يفتح قلبك جهة آية معينة يستدعي منك هذا أن ترجع إلى كتب التفسير أو أن تسأل أهل العلم أو أن تعيد النظر في القرآن مرة أخرى فتقرأ الآية مرة أخرى لعل الله تعالى أن يفتح لك معنى من المعاني فهذا هو المقصود من هذه الدقائق المعدودة وإلا فليس المقام مقام تفسير آيات كثيرة في الحقيقة تليت علينا لا نستطيع أن نقف معها جميعا لكن لعلنا إذا جئنا من أول سورة البقرة مثلا مر علينا أن الله تعالى ذكر المؤمنين في خمس آيات ثم جاء بعد ذلك ذكر الكافرين تقريبا في آية واحدة ثم ذكر أهل النفاق في كم آية؟ في 10 أو 13 آية آيات كثيرة جدا هذا يستدعي منا اهتماما يستدعي منا اهتماما لما تكلم الله تعالى عن أهل الإيمان كانت كلمات معدودة لما تكلم عن الكفار سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشوش ولهم عذاب عظيم انتهى الموضوع على كده ثم بدأت الآيات تشرح عن المنافقين كلام كثير جدا وأنا أريدك من ضمن الأمور التي أريدك أن تركز عليها في خلال عرضتك هذه وفي خلال ختمتك هذه التي تستمع إليها أو التي تقرأها في بيتك أن تهتم بقضايا المنافقين لأنك سترى عيانا أمورا أنت تراها في أرض الواقع ستراها مجسدة لن نتكلم عنها إلا مفرطة إلا في مواضعها حتى لا نسبق الأحداث وحتى لا نسبق الآيات لكن سيأتي معك ستأتي سورة التوبة وما فيها من كلام ينطبق على كثير من واقعنا بشكل كبير هذا سيأتي معنا وسترون أنه منزل على كل واقع انتبهوا هذا لم ينزله الله تعالى حتى يعالج به أمرنا نحن في القرن 21 أو 15 الهجري فقط لا أنزله الله تعالى ليعالج الأمر في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وليعالج الأمر في كل قرن من القرون وفي كل زمان من الأزمنة وكلما قرأه قارئ يظن أنه يحل مشكلته هو وهذا هو إعجاز القرآن لأن الله تعالى لم يقتضم أن ينزل كتابا بعد هذا الكتاب من ضمن ما ذكره الله تعالى على المنافقين في هذا الموضع أن الله تعالى ذكر لهم مثلين عجيبين وهو سيذكر بعد هذا أن الله تعالى ينزل من الأمثال ويمثل بما يريد إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما أي مثل الله تعالى لا يستحي من ذلك ما الكفار والمنافقون لا يعجبهم شيء إذا ذكر الله تعالى في كتابه البعوضة شوف محمد جاي بيتكلم عن البعوضة لا يعجبهم شيء وهكذا المنافقون حتى في الزمان ده تلاقيهم مش عاجبهم أي حاجة أبدا تعمل له يمين مش عاجبه، يجيب له شمال برضه مش عاجبه، هو لا يعجبه الا ان تنسلخ من دينك فتكون انت وهو سواء هو ده الحاجه الوحيده اللي هتعجبه وتريح قلبك. لكن تلاقي بتتكلم برزق يبقى الراجل ده مش مظبوط، الراجل ده طاري قوي، الموضوع مش عاجبه، تتكلم برزق يقول لك بس بدا الارهاب هيبدا من جديد وهيعمل مش عارف طب نعمل ايه يا جماعه؟ لا يعجبهم شيء. ده هيجي معانا ان شاء الله بالتفصيل بس في سوره التوبه الذين يميزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم هيجي هناك ايامها يجيب لهم عبد الرحمن بن عوف الذهب والفضه قد كده يقول لك شوف ما اراد بها وجه الله ده مش عايز وجه ربنا يجي لهم راجل غلبان من ضعاف المسلمين يجيب حفله من طعام هو ده اللي حلف يقدمها يقول لك هو دي هتعمل حاجه يا جماعه انتم ماذا تريدون هكذا المنافقون المهم ان الله لا يستحي فعرضت الخبر فقط خلوا بالكم هنا ونقطة مهمة أن المثل هو
بعدين يقول الله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنهم حق من ربهم. تقول لي مثل، تقول لي بعوضة، تقول لي ذبابة، طالما أن الله ذكره يبقى ينبغي أن أفهم أن الله أراد من وراء ذلك علما ينبغي أن أتعلمه. ده حق، ده جاي من عند ربنا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. خلاص خلصت المسألة، مفيش كلام زيادة أكثر من كده. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هو ربنا يقصد إيه بالكلام ده؟ ويبدأ يلخبطك في كلام ملوش، ما أنزل الله به من سلطان. يا أخي أنت سايب الموضوع كله وجاي تنظر في المزيئات، ولماذا قال كذا ولم يقل كذا، ولماذا فعل كذا ولم يفعل كذا، ماذا أراد الله منك؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. خلي بالك ربنا كرر كلمة به مرتين، يضل به ويهدي به. هو هو، مش حاجة تانية، مش اللي ضل بها هؤلاء غير اللي نجح بها هؤلاء، لا، هو هو نفس الشيء. المثل واحد، القرآن واحد، الآية واحدة. تلاها النبي عليه الصلاة والسلام فآمن بها أبو بكر، وتلاها هي بذاتها وحروفها النبي صلى الله عليه وسلم فكفر بها أبو جهل. هي الآية واحدة. لكن القلوب، القلوب هي اللي تعمل، ولا تعمل القلوب إلا بإذن الملك سبحانه وتعالى الذي لا بد أن تخضع له القلوب. قلبك هذا ليس بيدك. لو وقفت، لو جابوا لك شيخ الشيوخ وقارئ القراء حتى يقرأ لك آية ليخشعك، لا يمكن أن تخشع إلا أن يأذن الله لك. هو ده معنى الملك، هو ده معنى الملك، مش ملوك الدنيا. سموك ملوك الدنيا ما يعرفوش يعملوا حاجة. ملوك الدنيا إذا أراد أحدهم أن يستخدم جنونك اعترافا يخالف ما في قلبه ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يغير قلبك. ولذلك يقول لهم إيه؟ اضربوه، اجلدوه. ليه؟ حتى يقول ما لا يعتقد. هو عايز يقول حاجة بس هو غير في قلبه. لكن ملك الملوك ما بيعملش كده، لأن ملك الملوك يغير قلبك. فتقولها بمزاجك، تقولها وأنت مبسوط، تقول ما يريد وأنت مبسوط. هو ده الملك، هما دول بتوع ملك. إنما الملك الحق أن يجعلك تقول وتفعل ما يريد وبإرادتك أيضا، تفعل بإرادتك ولا تخالف إرادتك إرادة الله تبارك وتعالى. هذا الملك الحقيقي. المهم إن الآية هي هي يؤمن بها أبو بكر ويكفر بها أبو جهل. من ضمن الأمثلة اللي ذكرها الله تعالى في أول الآيات، ذكر مثلا لهؤلاء قال: أو كصيب من السماء. وذكر المثل النار والمثل المائي. خلينا على المثل المائي عشان ناخدش وقت أطول من النازل. قال إيه؟ أو كصيب من السماء. يعني يقول الله تعالى مثل المنافق. عايز تعرف المنافق؟ افهم المثل ده وانت تعرف المنافق. أو كصيب، الصيب اللي هو المطر. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الطبيعي إن المطر إذا نزل في الغالب يصاحب المطر إيه؟ يكون المطر غالبا بالليل وفي ظلمات وفي رعد صوت يعني يخاف منه الناس، وفي برق يكاد يخطف الابصار، في ظلمات ورعد وبرق. وبعدين فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. المقصود من هذا حتى لا اطيل مثل المنافق ده، المنافق لا يرى. خلي بالكوا احنا قلنا قاعده زمان وذكرناها في فترة كثيره، انه المطر اذا ذكر في القران غالبا ما ياتي بعده شيء يتعلق بالقران أو بالشريعة، لأن الله دائما يمثل في كتابه الشريعة والقرآن بالمطر. ينزل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا إلى آخر ما يقول. في غالبية الآيات يأتي بعدها ذكر القرآن، غالبية الآيات، لأن القرآن يفعل في القلب ما يفعله المطر في الأرض. ولذلك يقول لك: هؤلاء لا يرون من هذه الشريعة ولا من هذا القرآن إلا كما يرى هؤلاء الرعد والبرق. تيجي تسأل واحد: إيه الأخبار بره؟ اطلع شوف لنا الأخبار. يجي من بره يقول لك إيه؟ رعد، برق. هو ده اللي أنت شفته؟ ظلمات. هو ده اللي هو شايفه بس. ما جاش قال مطر. خلي بالكم، انتبهوا. هو لم يدخل ولم يقل: رأيت مطرا نزل على الأرض فأحياها، ولا رأيت مطرا سقى العباد، ولا رأيت المياه
فسقت الأنعام، ولا رأيت المياه جرت فسقت الزروع. ده ما شافوش. هو شاف ايه؟ رعد، برق. هكذا المنافقون لا يرون من دين الله تعالى إلا البرق والرعد. الله تعالى شاء بحكمته وخلقه أن يكون مع الخير لابد أن يكون هناك بعض التضحيات وبعض الأمور حتى تستقيم الأوضاع. يجي المطر يبقى لازم معاها رعد وبرق لحكم بالغة. الناس هتخاف شوية مش مشكلة، بس معاها مطر، وكل الناس متعودة على كده وتعرف كده. فكذلك الله تعالى أنزل شريعته فيها الحياة كلها، فيها ما يفعل المطر. لكن المنافقين ما بيشوفوش الكلام ده خالص، كل اللي شايفينه ايه؟ رعد برق. يا ابني في ايه؟ يقول لك الدين. طب الدين ايه؟ يقول لك اسكت اتفرج على الايام اللي جايه. ايه يا عم؟ يقول لك شوف الرقاب هتطير، الايدين هتطير، الودان هتطير. هو ده اللي هو شايفه. شايف ماذا؟ كم حد اقيم في عهد النبي عليه السلام؟ واحد يقوم منهم يقول كم حد؟ ده حد الزنا لم يقم في عهد النبي عليه السلام طول حياته الا 4 مرات، كلهم بالاعتراف. عمر ما 4 دول اجتمعوا وقالوا على واحد انه زنا واترجم، ابدا لم يحدث هذا الا على اليهود. القصه طيبه، هي المساله الخامسه. لكن في اعداد المسلمين ما حصلش. انتوا فاكرين ان الشرع عاوز يوصل للناس شرع بيعمل لهم بتاع ده مصيده ونفسه يوقعك في المصيده؟ مقصود الشرع خلاف هذا، مقصود الشرع خلافه هذا. الشرع مش عاوزك اصلا تعمل كده. ده الشرع اللي يقول لو 4 واحد منهم بعد ما كان كده راح متذبذب وقال لا انا رجعت كلامي، الثلاثه التانيين جزاء لهم يتجلدوا. ازاي تتكلموا في عرض الراجل مع انه زاني ومعروف انه زاني، بس تتكلموا في عرضه؟ ده معناه ايه؟ في ظنكم ده معناه ايه؟ ده معناه انه اوعى تتكلم. شوف اوعى تتكلم. تقول ليه؟ اصبر عليه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لرجل هلا وريته بثوبك؟ لقيت واحد بيزني، بدل ما تيجي تتكلم كنت غطي عليه وبعدين انصحه. هذا هو الدين الذي لم يروه، هي دي المطر اللي ما شافوهوش. هم شافوا الرعد البرق، هو ده بس اللي شاطرين يشوفوه. ويا ريتهم يشوفوا الرعد والبرق الحقيقي. ده هم بيعملوا رعد ويقولوا هو ده رعد الاسلام، وبيعملوا برق ويقولوا ده برق الاسلام. هذا ليس برق الاسلام، الكلام ده مش موجود فيه اصلا. ما نعرفش الكلام ده لكن المنافقين. المنافقين دول هيبقى يعني ما تزعلوش ماشيين معانا في القران في مواطن كثيره جدا سنقف عندها، لكن انا فقط اريدك ان تنتبه وانت يقرا عليك القران. انتبه قوي لمواضيع المنافقين، ادي لك كتير. انتبه قوي لما يتعلق بفعل ربنا تبارك وتعالى في الامم. شوف الامم عملت ايه، ربنا عمل معاها ايه، كيف امد الله لها، كيف اعطاها ثم اخذها اخذه العزيز المقتدر، كيف كان انتقامه، كيف فعل الله. ده انا بديها لك من قدام خالص، دي لا ندري هل سيدركنا او ستكون هناك حياه لنا اذا وصلنا الى هذا الموضع او لا. لكن لما تيجي بقى عند موسى وفرعون عاوزك تصحصح قوي، لان ما يحدث مع موسى وفرعون هو الذي يحدث على ارض مصر في كل زمان ومكان. وحينئذ ساؤكد لكم هذا بالايات والوقائع. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وصلى الله